Avanti, il alamam. Avanti. Indietro, il wara'. Indietro. Dritto, mubashara. Dritto. A destra, il al yamin. A destra. A sinistra, il yasar. A sinistra. Nessuno, la ahed.

لم ألتقي بأحد. Io non ho incontrato nessuno. Io non ho incontrato nessuno. Nessuno, لا أحد, nessuno. niente لا شيء. Nulla, لا شيء. Non ho visto niente, لم أرى شيء. Non ho visto niente. Hiya nafsa. Non ho visto nulla. Non ho visto nulla. Che cosa اقول؟ Ana Io non capisco niente. Io non capisco niente. O io, io non capisco nulla. Io non capisco nulla. أنا لا أفهم ولا شيء إيون كابس كابيس كونولا واضحة نيente لا شيء نولا لا شيء كياماري الاتصال كياماري ريسبوندري الجواب ريسبوندري مانداري الارسال مانداري Ricevere al-Isilem. Ricevere. Devo chiamare mia moglie. Devo chiamare mia moglie. Ježíbo an atzasebbi zeugezi. Devo chiamare mia moglie. Devo rispondere al telefono. Devo rispondere al telefono. Yegibu an il Devo rispondere al telefono ho bisogno di mandare questi soldi a mio zio ho bisogno di mandare questi soldi a mio zio eccezion ursi le ho bisogno di mandare questi soldi a mio zio non ho voglia di ricevere nessun messaggio. Non ho voglia di ricevere nessun messaggio. Lei se le dia ragazzo fissile e Non ho voglia di ricevere nessun messaggio. Ricevere. Il stile. Parolacce. Parolacce. Bell'Italia. Kelem fehish. Au sub șism. Parolacce. مثلا نون ديري بارولاتشي نون ديري بارولاتشي لا تشم لا تسب لا تقل كلام نبي، نون ديري بارولاتشي بستمياري بستمياري هو اللعن نون بستمياري لا تلعن يعني لا تسب المقدسات نون بستمياري سهلة نون تقول كلمة لا تسب لا تشم نون ديره لا تلعن اذا الاخوان راينا اسماء الاشاره القريبه هذا كويستو هذه كويستا هؤلاء جمع كويستي هؤلاء جمع مؤنث كويستي هذا الرجل كويستو وومو هذا المكان كويستو بوستو هذه المرأة كويستا دونا هذه الفتاة كويستا ragazza هؤلاء الأطباق كويستي بياتي هؤلاء الشباب كويستي ragazzi هؤلاء النساء كويستي دوني، هؤلاء البنات كويستي ragazze هؤلاء المنازل كويستي كازي، واضحة؟ هذا كويستو، هذه كويستا، في الجمع هؤلاء كويستي. جمع المؤنث كويستي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان الأخوات سنبدأ إن شاء الله في سلسلة تصريف الأفعال فقط في الحاضر يعني il presente كما نعلم الأفعال الإيطالية تتكون من أنواع هنالك المنتظم والغير المنتظم الآن سنركز على الأفعال المنتظمة مثلا ثلاثة أفعال في المجموعة الأولى مجموعة أري أسبيتاري الانتظار أسبيتاري غوارداري المشاهدة غوارداري سكالداري التسخين سكالداري نأخذ ثلاثة أفعال أيضا في المجموعة الثانية برندري برندري أخذ يأخذ أتشندري أشعل يشعل أتشندري ماتري وضع يضع ماتري نأخذ ثلاثة أفعال أيضا في المجموعة الثالثة والأخيرة أبريري فتح يفتح أبريري سنتيري سمع يسمع سنتيري دورميري نام ينام دورميري لاحظوا هناك من ينتهي ب ار وهنالك من ينتهي ب ار واخر مجموعه تنتهي ب ايري سوف نتعلم ان شاء الله في الدروس القادمه كيف نصرف كل فعل يعني كل مجموعه نرى القاعده سهله ونتدرب عليها مع افعال اخرى جديده الان نركز مع المجموعه الاولى افعال من المجموعه الاولى التي تنتهي دائما ب ار مثلا mangiare aspettare ascoltare القاعدة سهلة نوشي يعني نزيل آري ونضع في الأخير مثلا مع إيو نضع أو مع تو نضع إي مع لوي أ لي أ نوي يامو فوي آت لورو أنو مثال أنا آكل إيو مانجو. أنت تأكل تو مانجي. هو يأكل لوي مانجا. هي تأكل لي مانجا. نحن نأكل نوي مانجامو. أنتم تأكلون فوي مانجاتي. هم يأكلون لورو مانجانو. نفس القاعدة نطبقها على فعل aspettare io aspetto tu aspetti lui aspetta lei aspetta noi aspettiamo voi aspettate loro aspettano الآن مع آخر فعل فعل الإنصات أنا أنصت io ascolto tu ascolti lui ascolta lei ascolta noi ascoltiamo voi ascoltate loro ascoltano الان خذ هذا الفعل وطبق عليه lavorare io lavoro tu lui, lei, noi, voi, loro. Bravissimo.